السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة سهلة وبسيطة واقتصادية وطعمها روعة. مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي. معانا اول حاجة للمقادير، بس قبل ما اقول المقادير ما تنسوش لو الوصفة عجبتكم تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض. معانا اول حاجه النهارده هنعمل مع بعض كفته البطاطس. معانا ربع كيلو لحمه مفرومه، ومعانا بطاطستين كبار مسلوقين ومهروسين حوالي برضو ربع كيلو، ومعانا بصلايه كبيره مبشوره ومعصوره من الميه بتاعتها. طبعا الميه بتاعتها مش هنرميها، هنحتاجها نعمل بيها حاجه تانية دلوقتي هقول لكم هنعمل بيها ايه. ومعانا للبهارات بقى معانا ملح وفلفل، ومعانا معلقة صغيرة قرفة ممسوحة، ومعانا معلقة صغيرة جنزبيل، ورشة بسيطة من البهارات، رشة بسيطة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ مع بعض. دي مكونات الصوص اللي احنا لسه هنعمله للكفتة. بس اول حاجة عشان نكسب وقت نحط اللحمة المفرومة، معانا ربع كيلو، عليهم البصلاية المبشورة والمعصورة من المية بتاعتها، وانا كنت رش عليها رشة ملح وفلفل بس عشان ما تغيرش طعمها. معانا البطاطستين كبار مسلوقين ومهروسين، معانا التوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن ايه، ملح وفلفل ورشة قرفة، معلقة صغيرة قرفة ومعلقة صغيرة جنزبيل، ورشة بهارات بسيطة. الطريقة دي بسم الله ونعجن كده اهو مع بعض. اهو دلوقتي هنعجن الكفتة كويس مع بعض. حطينا ايه، نفتكر كده احنا حطينا ايه، ربع كيلو لحمة مفرومة، عليهم بطاطستين كبار مسلوقين برضو حوالي ربع كيلو لحمة، ربع كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة، وعليهم بصلاية مبشورة ومعصورة من المية بتاعتها، وعليها رشة ملح وفلفل بسيطة جدا عشان بس ايه ما تغيرش طعمها. والبهارات بتاعتنا كانت عبارة عن ايه، ملح وفلفل ورشة بهارات بسيطة، ومعلقة صغيرة ممسوحة من القرفة، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الجنزبيل. بس كده هنهدي كل الكلام ده مع بعض. بس كمان هنحتاج معلقة زيت على الخلطة دي، نحط معلقة زيت بالطريقة دي. بسم الله الرحمن الرحيم ونعجن الكفتة دي. بجد جميلة جدا، جميلة وروعة، وطعمها يعني مش قادرة اوصف لكم طعمها جميل قد ايه. وهتاخد معاكم كمان كمية كبيرة قوي، جربوها بجد مش هتندموا، طعمها جميل. وتقدروا بربع كيلو لحمة مفرومة بس زي ما انا عملت كده تعملوا، يعني هتشوفوا الكمية دلوقتي اللي هتطلع معانا عاملة قد ايه. ومحدش هيعرف خالص ان الكفتة دي فيها بطاطس، هيحسبوها كلها لحمة، لان بصوا البطاطس زي ما انتوا شايفين كده امتزجت مع اللحمة خالص، ما بقتش باينة. واحنا بنعجن لو لقينا قطعة بطاطس كده ما كانتش مهروسة معانا كويس هنهرسها بايدينا كده عادي، مفيش اي مشكلة، عشان مش عايزين واحنا بناكل نلاقي قطع بطاطس. هي بالطريقه دي. طبعا الكفته دي طعمها جميل قوي وكمان صحيه. ليه صحيه؟ ان احنا مش هنقليها في الزيت ولا اي حاجه، احنا هنشويها في الفرن. بصوا ما شاء الله اللحمه كلها اختلطت كده مع البطاطس، ما بقتش باينه. يعني بجد بعد ما تتفرجوا على الوصفة دي قوموا جربوها على طول، هتلاقوا مكوناتها موجودة عندكم في التلاجة. هو عبارة عن ربع كيلو لحمة مفرومة وبصلاية وبطاطستين بس كده، هتعملوا أحلى غدوة، تنفع غدا تنفع عشاء. لو مثلا للصبح كده عايزين فطار حلو كده وشيك وبرده اقتصادية مش هتكلفكم كتير خالص. دلوقتي احنا عجلنا كويس قوي المكونات مع بعض، هنحتاج ان احنا نصبحها. اهو في حتت بتطلع معايا كده بطاطس لسه ما اتهرستش، عادي خالص بايدينا واحنا شغالين نهرسها. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كده عشان ربنا يبارك لنا في الحاجه اللي بنعملها وتطلع معانا حلوه وجميله. دلوقتي انا معايا ايه، عجلنا خلصت الكفته كويس اهو بالطريقه دي. معايا عودين
خشب اللي هو بتاع الشيش طاووق، هنبدأ نصبغ عليها الكفتة. بسم الله، نصبغ عليها الكفتة كده اهو بالطريقة دي. كمان وصفة الكفتة دي تنفع جنب حاجات كتير قوي، يعني مثلا ممكن تنفع جنب مكرونة بالصلصة او مكرونة بالوايت صوص. كمان تنفع معاها ايه، ممكن تتقدم كمان جنبها سلطة طحينة او سلطة خضراء، بس تبقى كفتة مشوية كده وناكلوها بالعيش. هي وصفة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وبصوا في 10 دقايق احنا جوه خلصناها وهندخلها في الفرن بقى تعيش حياتها اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنصبحها وهنجيبه بقى طبق عشان نحطوها عليه. هنصبحها بالطريقة دي بايدينا كده زي بتاعة الراجل بره. وكمان مش هنحتاج لها اي حاجة، هي سهلة وبسيطة وجميلة. انا ليه بحطها قدامي على الطبق دوت، ما برصهاش على طول في الصينية، عشان انا لسه عايزة يعني اظبط صوابع الكفتة كلها تبقى طول واحد. اول صبع يعتبر معايا اكنه من المسطرة بتاعتي اللي بقيس عليها بقية الصوابع، فانا عايزاها تطلع بشكل كمان حلو، ميبقاش الطعم حلو بس، لا يبقى الطعم والشكل كمان حلو بالطريقة دي. ما شاء الله ما بتفكش معايا من السيخ، ومش بتقع ومتماسكة، ولا ضفنا لها دقيق ولا ضفنا لها بقسماط ولا اي حاجة. وعايزة اقول لكم على حاجة، ان البطاطس انا سلقاها بالقشرة بتاعتها. ليه سلقاها بالقشرة بتاعتها؟ عشان ما تشربش معايا مية، مش عايزه البطاطس تشرب ميه وتخلي لي الكفته تفك من بعضها، عشان لو انا سلقتها من غير يعني اكون مقشراها واسلقها البطاطس هتشرب معايا ميه كتير، فهضطر ان انا احط دقيق او احط بقسماط او اي حاجه تمسك معايا الكفته. فانا سلقتها بقشرها وقشرتها، لازم تتقشر وهي سخنه، يعني ترفعوها من على النار تنزلوها في ميه ساقعه او تشطفوها في ميه حنفيه يعني عاديه، وتبداوا تقشروها وتهرسوها يدوي. مش عايزين نهرسها في الكبه او باي حاجه، بالشوكه العاديه كده خالص نبدا نسمي الله ونهرسها، هتطلع معانا سهله. وكمان هرسها وهي سخنه احسن ما لما تبرد معانا، لان هي سخنه بتبقى سهل انك تهرسيها بالطريقه دي كده. بصوا ما شاء الله ما بتفكش معانا، والصبع مالي مركزه كده زي ما بيقولوا، وطعمها ان شاء الله هتعجبكم جدا، وهتشوفوا ان شاء الله هتعمل معانا كميه قد ايه. ولسه في صوص هنعمله عشان ندحرج فيه الكفته قبل ما تدخل الفرن، اقول لكم دلوقتي هو عباره عن ايه. معانا ميه البصله اللي احنا استخدمناها في الكفته دي عصرناها، رشينا عليها رشه ملح بسيطه ورشه فلفل عشان تنزل المية بتاعتها، وكمان عشان ما تغيرش من طعمها، بتدينا طعم كده مش حلو. ومعانا معلقة خل، ومعانا معلقة كاتشب، ومعانا معلقة مستردة، ومعانا معلقة زيت صغيرة جدا، وكمان معانا معلقة عسل. تقدري تحطي مثلا عسل ابيض، تقدري تحطي عسل اسود، تقدري تحطي رشة سكر عادي، معلقة سكر صغيرة اللي متوفر عندك تقدري تعملي. انا دلوقتي هخلص كمية الكفتة وهنشوف هنعمل الصوص مع بعض ازاي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله معانا الكفتة طلعت بالكمية دي ما شاء الله. بصوا الصبع كبير ازاي ويملى العين من ربع كيلو لحمة مفرومة. عملنا طبق الكفتة دوت بس حوالي تقريبا من 13 صبع كفتة ما شاء الله، والصبع كده كبير ويملى العين. دلوقتي احنا حاطين الصينية بتاعتنا اللي هندخلها الفرن تسخن في الفرن، عشان اول ما الكفتة ما نحطها في الصينية تاخد صدمة على الناحيتين وتقفل المسام بتاعتها وما تنزلش يعني اي سوائل او تفك مننا. ده اول حاجة. تاني حاجة بقى هنعمل الصوص اللي هندهن بيه الكفتة او هندحرجها فيه. معانا مية البصلة اللي احنا بشرناها للكفتة،
كنا رشينا على البصلية دي رشة ملح ورشة فلفل عشان ما تغيرش طعمها، ومعانا معلقة صغيرة من المستردة. جربوا بجد الوصفة دي هتعجبكم جدا. بسم الله، معلقة صغيرة خالص، نص معلقة كمان صغيرة من المستردة، ومعانا كمان معلقة خل، معلقة خل واحدة. وعلى فكرة ممكن تستبدلوا الخل دوت بالليمون، بعصرة ليمون او بعصير نص برتقالية، هتديكوا طعم رائع. بس انا النهاردة حبيت اعملها معاكم بالطريقة دي. وهنا معلقة كاتشب، معلقة كاتشب انا كنت عاملاها في البيت برضو، هنبقى نعملها ان شاء الله مع بعض. معايا كمان معلقة زيت عشان تدينا لمعة للكفتة كده وتبقى حلوة. ومعانا كمان معلقة عسل، انا النهاردة هستخدم عسل اسود، ممكن تقدر تستخدمي عسل ابيض. لو ما عندكيش عسل خالص ممكن تحطي معلقة سكر عادي، معلقة عسل اسود كده بالطريقة دي. وهنخلط بقى المكونات دي كلها مع بعض كده اهو لغاية ما تدوب مع بعض. احنا دلوقتي حطينا الكفتة بتاعتنا في الصينية زي ما انتوا شايفين كده، وكانت الصينية سخنة، انا سخنتها الاول قبل ما احط فيها الكفتة، سخنتها في الفرن، طلعتها دهنتها بالزيت ورصيت فيها الكفتة بالطريقة دي، ودهنتها بالصوص اللي انا كنت عاملاه معاكم. بس انا سايبة واحدة عشان ندهنها مع بعض. بصوا شكلها جميلة ازاي وريحتها جميلة ازاي، الصوص ده عطيها ريحة وطعم جميل جدا، لازم تجربوها. بصوا اللمعة كمان بتاعتها، مش دي تستاهل لايك بقى منكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا لنا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. دلوقتي انا خلاص دهنت الكفتة بتاعتي كده بالطريقة دي، هدخلها الفرن على الشبكة لغاية ما تاخد لون حلو من تحت، ومن وقت للتاني هطلعها ادهنها بالصوص ده، هندخلها الفرن بقى. زي ما انتوا شايفين انا طلعت الكفتة من الفرن بشكلها الجميل دوت، ودهنتها في نص مدة التسوية بتاعتها بالصوص بتاعها اللي انا كنت عاملاه، وطلعت مشوية واحلى من بره كمان. وفرشتها من تحت، حطيت تحتيها فرشة كابوتشا وزينتها بالخيار والجزر. بتمنى ان تكون الوصفة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.